لا، هو انقسام الرأي حاضر عند الجمهوريين وعند الديمقراطيين داخل هذه الأحزاب أيضا، للأمانة تامة. جزء كبير منهم يقول احنا ما نستفاد من العراق، لم نستفد شيئا من العراق، لأنه هناك علاقة غريبة جدا. يعني يمكن هذه ما شفناها في أي دولة في العالم. العراق يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كشركة أمنية، يتعاقد معها، وفي أي لحظة ممكن أن يفسخ هذا العقد ويقول لهم طلعوا برا. ينسى العراقي تماما أنه العراق خاض حربين مع الولايات المتحدة الأمريكية، في 91 عندما احتل العراق الكويت، وأيضا بعدها في 2003. بحكم التعريف هذا العراق، هذا مو نظام صدام حسين، هذا العراق خاض حربين مع الولايات المتحدة الأمريكية وخسر الثانية وسقط النظام كما نتذكر. شروط الحرب أنه المنتصر يضع شروطه، هذه قاعدة موجودة في كل دول العالم. لما تخوض حرب تخسر، أكو منتصر يضع شروطه بطريقة أو بأخرى. الطريقة اللي يتعامل بها مع الولايات المتحدة الأمريكية غير خاضعة للدبلوماسية، غير خاضعة لأي أخلاقيات تعامل سياسي مع بلدان العالم. أنت تريد هذا البلد المنتصر اللي دفع يعني جنود كثير من الولايات المتحدة الأمريكية سقطوا، وأيضا غير لك نظام صدام حسين، هسه مو سواد لعيوننا، يعني معروف هذا الشيء، ولكن بطريقة مذلة تقول له تعال اطلع برا، وتحتاجه ثم بعد ذلك تحتاجه وتقول له تعال كما حصل مع داعش. هذا يعني مو تعامل دبلوماسي سياسي مع دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تعامل بالشركة أمنية، كأنك أنت متعاقد مع الشركة أمنية. العلاقة من وان واي، باتجاه واحد، احنا نحتاجكم لما نوقع في 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 ورطة، ومن ثم بعد ذلك نقول لكم لا طلعوا الله وياكم. هذا التعامل يجب أن ينتهي في 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 العراق. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وجزء أكبر من الديمقراطيين للأمانة وليس فقط الجمهوريين يقولون أنه هذا العبء، العراق العبء الآن علينا، ماكو داعي لوجود قوات أمريكية هناك. لكن في هذه الفترة بالذات الحكومة العراقية والطرف الأمريكي، الحكومة الأمريكية تعي تماما أنه شبه مستحيل إخراج قوات أمريكية من هذه المنطقة، لأنه أنت عندك حرب غزة الآن، تعزيزات هذه في منطقة في سوريا والعراق. ممكن اتداخل وياك. فضل انا اتوقع فضل هذا كلامك، يعني انه في اطار مسار صعب جدا كانت تمر به الدوله. انا اتوقع لغايه 17 كانت تسير الامور بصوره طبيعيه جدا، بصوره طبيعيه جدا، عن نمو الدوله، نمو القابليات القتاليه، نمو قواتنا المسلحه العراقيه. الاستعراض اللي حدث في 6 كانون الثاني حقيقه كان استعراض مهم جدا للقوات المسلحه العراقيه.